أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي الملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية معالي الوزير أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وهكذا تأتي هذه الليالي بكل ما فيها من بركات وبكل ما فيها من خيرات، ويعلو حديثنا فيها ويصل إلى القلوب والأرواح. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. أهلا بكم في هذه الليلة التي تأتي تحت عنوان صلة الأرحام، هذا العنوان الأثير في الإسلام الذي تنتظم به هذه الحياة، وجاء توجيه سيدنا وصل الأرحام صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة أسعد بصحبة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد الحسيني. ونستفتح بالذي هو خير بالقرآن الكريم مع فضيلة الشيخ أحمد أبو فيوض يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فإذا عزمت فتوكل.
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل بما ظل يوم القيامة. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، والله بصير
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قل هو من عند
شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا نحبه كثيرا ونشكرك كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على من علم الناس كل الخير. أم معبد كانت تصفه وما وصفت به سيدنا صلى الله عليه وسلم، قالت: هو غصن بين غصنين، هو أنظر الثلاثة منظرا وأعلاهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال سمعوا لقوله، وإذا أمر يتبادرون لأوامره ونواهيه، هو محفود محشود، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق الرفيع شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وشاقهن جلاء، هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء. صلى الله عليه وسلم. وتحت هذا العنوان الأثير صلة الأرحام يحدثنا الآن الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إطار هذه الكلمة تحت عنوان فضل صلة الرحم وواقعها في عصر الفضاءات الإلكترونية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقام من كل موجود دليلاً على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته، الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وكل موافق ومخالف في الخلق يمشي تحت إرادته ومشيئته. إن رفعت بصر الفكر ترى الفلك في قبضته، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر مشيئته. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله إمام المرسلين وقاعد الغر الميامين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فاللهم اجزه يا رب العالمين خير ما جزيت نبيا عن نبوته، قولوا امين، ورسولا عن رسالته، اللهم امين امين يا رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران المزهران المسمران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم رضه عنا، اللهم رضه عنا، اللهم رضه عنا، وارض عنا برضاه عنا، ووضينا باخلاقه العظيمه، ووضينا باخلاقه العظيمه.
وحقق أمانينا برؤيته، وحقق أمانينا بزيارته، وافتح لنا أبواب رؤيته ونيل شفاعته يا رب العالمين. أيها السادة، بداية نشكر الله العظيم الأعظم، الكريم الأكرم، الحكيم الأحكم، الذي هيأ لنا الأسباب وأفاض علينا وأساب، ومنحنا جليل الخطاب، وفتح لنا واسع الأبواب لنجتمع هنا في هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل. ونشكر وزارة الأوقاف المصرية ووزيرها الفاضل الأستاذ الدكتور مختار جمعة على هذه الجهود الدعوية والثقافية والفكرية المكثفة والمتنوعة والشاملة، والتي يتردد صداها في كل مكان، وأصبحت مسار إعجاب المتابعين من المسلمين، وأصبحت مسار إعجاب المتابعين من المسلمين حول العالم، وأعادتنا إلى أيام الزمن الجميل. أيها السادة، من حسن الطالع أن يكون اجتماعنا هنا بجوار سيدنا الإمام الحسين بن علي، بجوار سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن التابعين وعن آل بيت رسول الله وعن الصحابة والتابعين. في مثل هذه الليلة المباركة، كانت ليلة النصر منذ 51 عاما هجريا، وبالتحديد ليلة العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية، حيث كان جنودنا البواسل وجيشنا العظيم يستعدون أيها السادة في مثل هذا الوقت لخوض أشرف وأعظم معركة في العصر الحديث. فتحية إجلال لجيشنا العظيم. ومن هذا الجوار المبارك، وببركة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام التي تفوح على أرجاء مصرنا الحبيبة، نرفع وكف الضراعة بالدعاء لمصرنا الغالية. فاللهم احفظ مصر شرقها وغربها، اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، شمالها وجنوبها، طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها. ووفق يا ربنا قيادتها وجيشها وأمنها، واحفظ شعبها وبلاد المحبين يا رب العالمين. أيها السادة، يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: أنا الرحمن. المتحدث هو الله جل في علاه، يقول أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. لقد حث الإسلام الحنيف أفراده على بناء مجتمع قوي مترابط متماسك متعاضد متعاون متكافل متحاب، يكمل بعضه بعضا ويحترم بعضه بعضا ويساعد بعضه بعضا ويسعد بعضه بعضا ويرحم بعضه بعضا. مجتمع تسوده الأخلاق الرفيعة والقيم النبيلة التي تسهم في زراعة القيم وفي زراعة النبل والإقاء والعطاء والبناء والرخاء في جنبات المجتمع. ومنها أيها السادة قيم الإحسان والصدق والعدل والصبر والألفة والأمانة والإيثار والبر والرحمة والبشاشة والحلم والأناة والتأني والتضحية والتعاون والتواضع والجود والبذل والسخاء والكرم والعطاء، إلى آخر القيم النبيلة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها السيدات والسادة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام لينشئ مجتمعاً شريفاً عفيفاً فاضلاً، مجتمعاً مثالياً يلفظ زميم الأخلاق، يسوده العدل والرحمة وشتى القيم النبيلة
ومن ثم فالمجتمع المسلم لا يمكن أن يتغالب فيه الناس بالمكر والخديعة والفتن والنوايا الخبيثة، كلا، بل يتعاونون فيه بشريف الأخلاق. لذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام الإساءة والإسراف والتبذير والافتراء والبهتان والانتقام والبخل والشح والبغض والكراهية والتجسس والتنفير والجدال والجفاء والمراء والحسد وشتى الأخلاق الذميمة. جاء الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام لينشأ مجتمعا تزينه الأخلاق وتنيره القيم وتضيئه هدايات السماء. لذلك أيها السادة، كانت صلة الرحم أول ما أرشد إليه النبي العظيم عليه الصلاة والسلام عندما وصل المدينة المنورة بعد الهجرة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة اتجه الناس ناحيته مسرعين، فكان واتجهت سيدنا عبد الله بن سلام بيقول واتجهت ايضا الى سيدنا رسول الله، فكان اول شيء سمعته من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال: يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هم الأرحام أيها السادة؟ إن معرفة الأرحام أمر لا بد منه لصلتهم. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. وكلمة الأرحام أيها السادة تنطلق من الرحمة، وهي كلمة تشع نورا وسرورا وحبورا، وتحمل في طياتها دلالات عظيمة، وكأنها تقول لك: أنا من أسباب رحمتك فالزمني. الأرحام أيها السادة هم أقارب الإنسان من ناحية الأم ومن ناحية الأب، سواء أكانوا من الوارثين أم من غير الوارثين. فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، وأولاد البنات أرحام، والإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، والأعمام والعمات والأخوال والخالات كلهم أرحام، وهم جميعا داخلون في قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يقول الإمام علي كرم الله وجهه عن الأرحام: هم جناحك الذي به تحلق، وأصلك الذي به تتعلق، ويدك التي بها تصول، ولسانك الذي به تقول، وهم العدة عند الشدة. أكرم كريمهم وعط سقيمهم ويسر على معسرهم. وصلة الأرحام أيها السادة واجبة وقطعها حرام، وهي من الكبائر، ويترتب على قطع الرحم كثير من المشكلات التي تضر بالأفراد والأسر والعائلات. ولقد أمر القرآن الكريم بصلة الرحم، فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، وبعدين؟ وبالوالدين إحسانا، وإيه كمان؟ وبذي القربى. افهموا أيها السادة القرآن الكريم وافهموا مقاصده. تخيل حضرتك روعة السياق القرآني المعجز. ربنا سبحانه وتعالى أتى بالأمر بالإحسان إلى الأرحام وذوي القربى بعد عبادة الرحمن مباشرة يا عباد الله. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أيها السادة،
لما بدأ نزول الوحي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، فدخل على السيدة خديجة رضي الله عنها فقال لها: زملوني زملوني. فزملوه أيها السادة حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت: كلا يا رسول الله، كلا يا رسول الله، والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ وهنا أشارت إلى معايير النجاح وإلى معايير النجاة، وهي: واحد، إنك لتصل الرحم. وضعت صلة الرحم في مقدمة معايير النجاة. اثنين، وتحمل الكل، أي تتحمل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بالإنفاق عليهم وإعانتهم. ثلاثة، وتكسب المعدوم، أي أنك تتبرع بالمال لمن يحتاج إليه. وتقري الضيف، أي أنك تكرم ضيوفك. وتعين على نوائب الحق، أي تعين الناس فيما يصيبهم من خير وشر. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام معايير الإيمان، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. فضائل صلة الرحم: أولا، صلة الرحم سبب لصلة الله للواصل. اثنين، أن الله عز وجل امتدح من يصل رحمه. ثلاثة، أن الإسلام عد صلة الرحم من الواجبات العشرة التي أمر الله عز وجل بها في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أربعة، أنه جعل صلة الرحم من علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. خامسا، أنه جعل صلة الرحم سببا في سعة الرزق وفي زيادة العمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أسره فليصل رحمه. سادسا، أنه جعل صلة الرحم من أسباب إبعاد ميتة السوء. بعد ذلك أيها السادة، أنه جعل صلة الرحم سببا لتعمير الديار وتسمير الأموال. أنه جعل صلة الرحم من أعظم حقوق الأقارب. أنه جعل صلة الرحم سببا للفوز بالجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فاللهم أدخلنا الجنة بسلام يا رب العالمين. ومن صلة الرحم أيها السادة، قبل أن أختم حديثي إليكم، زيارة الأرحام والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم والإهداء إليهم والتصدق عليهم وتوقير قبيرهم ورحمة صغيرهم وعيادة مريضهم وإجابة دعوتهم واستضافتهم وإعزازهم والوقوف بجانبهم عند الشدائد وتوقير كبيرهم وإعلاء شأنهم ومشاركتهم أفراحهم وأطراحهم والسعي في مصالحهم ورفع معنوياتهم وإشعارهم بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والدعاء لهم وإصلاح ذات البين إذا فسدت والحرص على توثيق العلاقة بينهم وتذكيرهم بالله جل في علاه. أكتفي بهذا القدر وأرفع وكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا. اللهم أكثر الخير في بلادنا. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان ورخاء واستقرار، هي وسائر بلاد المسلمين.
اللهم أمنا في بلادنا، اللهم بارك في أولادنا، اللهم ازرع الخير والحب والإيمان والحنان في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن هذه المحاضرة القيمة التي ذكر فيها ما ذكر تحت هذا العنوان الأثير من تفصيلات ومن إرشادات مهمة جدا في هذه الحياة. امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وأصلح ذات البين. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، هكذا قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم من صنائع المعروف، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. والآن مع هذه الكلمة لفضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد الحسيني الذي نشرف نحن الآن في ملتقى الفكر الإسلامي أن نكون في هذا الرحاب الطاهر، نحن في ساحة الحسين نزلنا، حمى الله من أتاك حسينا، فليتفضل. الحمد لله والشكر لله على جميع ما أنعم الله حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام ومصباح الظلام وواصل الأرحام، المصلي بالليل والناس نيام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ترزقنا بهما حسن الختام. وبعد، فكما قال القائل لا عطر بعد عروس، ولم يترك لي أستاذنا الفاضل أعزه الله وبارك فيه وتقبل منه في هذا الموضوع مقال، ولم يبق لي فيه بعد تفصيله إياه إلا الإجمال. وفي الحقيقة موضوع صلة الرحم موضوع في غاية الخطورة، ولا يعرف قدره إلا من نور الله بصيرته وسل سخيمة صدره واستل سخيمة صدره وآتاه السلامة في النفس والقلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يعرف قدر صلة الرحم إلا من سلم الله قلبه وزكى نفسه. وكثير من الناس في هذا الزمن لا يعرف مقدار صلة الرحم ويتعلم إما بالمشاكل الحياتية وخصوصا مشاكل الميراث أو مشاكل الجيرة لو كان الأقارب متجاورين أو غير ذلك، أو مشاكل النسب لو كان بين الأقارب صهر أو نسب، وإما يتعلل بمشاغل الحياة. لكن الذي يتعلل بهذه الأمور في قطيعة رحمه هو في الحقيقة مضيع ثوابا عظيما وواجبا من أهم الواجبات. فصلة الرحم ليست ترفا أو مضيعة للوقت أو أمرا نحن نفعله اختيارا في وقت الفراغ، وإنما هو أمر نفعله ليصلنا الله. فالرحم حينما خلقها الله أولا اشتق لها اسما من اسمه، اشتق لها اسما، الرحم مشتقة من اسم الله الرحيم، وهذه فضيلة أولى.
ثم لما خلقها الله عز وجل أخذت تدوي، تصنع صوتا له دوي كدوي النحل، يعني قاعدت تزن في مشكلة. فقال لها الله عز وجل اسكني اهدأي يعني. فقالت الرحم وعزتك وجلالك لا أهدأ ولا أسكن حتى تصل من وصلني وتقطع من قطعني. فآتاها الله ذلك. وفي رواية أخرى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك من قطعك. فأمر بهذه الخطورة، الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها، وبعد ذلك يكون هناك تهاون؟ لا يمكن. صلة الرحم سعة في الأرزاق. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسى آله في أثره، يعني زيادة في العمر، بركة في العمر، فليصل رحمه. صلة الرحم نجاة من الأهوال، حتى لو كان الشخص من المقصرين في الطاعة، بل ورد في الحديث مش فقط مقصر في الطاعة، ورد عند الطبراني بإسناد الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، يعني يزيد لهم في الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم. يعني هناك إشكالية في أخلاقهم أو في عقيدتهم لم ينظر الله إليهم من أجلها، ولم ينظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، فأثمر الله لهم الأموال وعمر بهم الديار رغم سخطه عليهم. بما ذلك؟ بصلتهم أرحامهم. فصلة الرحم إذا كانت تنقذ أو كانت سببا في نجاة المقصر في طاعة الله، ألا تكون سببا في نجاة المؤمن؟ صلة الرحم سبب لدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب لدخول الجنة، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فصلة الرحم سبب لدخول الجنة. صلة الرحم كثير يتعلل في تركها بالمشاكل الدنيوية. أولا لابد من الفهم أن الإسلام هو دين الواقع، يعني أنت في مشاكل بينك وبين قرايبك، بيأتي السؤال كثيرا يا مولانا أنا عندي مشاكل بيني وبين قرايبي وأنا مش قادر أصلهم زي الأول. الشرع ما بيقولكش، ما بيكلفكش إنك يعني تروح وتقعد معاهم وتواكلهم وتجالسهم وتشاركهم كما كنت تفعل، لا، الشرع مش بيكلفك يعني تحبهم، لأن الحب والكره أمر قلبي الإنسان لا يتحكم فيه. الله عز وجل لا يحاسبك على ما في قلبك من البغض والحب، وإنما يحاسبك على السلوك الناتج عن الحب أو الكراهية. الحب والكره كشعور قلبي لا حساب عليه، إنما ما هو السلوك الذي سينتج عن حبك لشخص أو كرهك له، هذا هو الذي سيسألك الله عنه. فما في قلبك أمر بينك وبين الله، لكن أقاربك وأرحامك يكفيك على الأقل أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبلها بلالها. تبلها بلالها يعني إيه؟ يعني ما تقطعش قطيعة نهائية. إذا سلم عليك ترد عليه السلام، تصله حتى ولو في المناسبات بأقل القليل، حتى تخرج من إثم قطيعة الرحم.
وتعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوم هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لكن الذي يحدث إما حب ليس له ضوابط، وإما كره ليس له رابط، يؤدي إلى فعل المشاكل الكثيرة. كثير من الناس يتعلل في صلة الرحم، في عدم صلة الرحم، بالمشاكل الدنيوية، والأمر يكفيك حتى على الأقل لو اتصال هاتفي، لو حتى في المناسبات الأفراح والأعياد، هذا يكفيك. وعلى كل حال، الفقهاء نصوا على أن الرحم التي تجب صلتها وجوبا مؤكدا هي الرحم التي تكون في الدرجات الأولى: الآباء، الأبناء، الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا، والأخوات والأعمام والعمات والخالاء والأخوال والخالات، يعني الأرحام التي ليس بينك وبينها، التي لا يحل لك الزواج منها. هذه الرحم التي نص الفقهاء على وجوب صلتها وجوبا مؤكدا. غيرهم واجب أيضا، ولكن ليس بنفس التأكيد وليس بنفس الدرجة. هذا أيضا من الأمور العملية التي ينبغي أن تراعيها في صلة الأرحام. وأخيرا، وحتى لا أطيل على حضراتكم، اختبار شديد موضوع صلة الأرحام، اختبار لأخلاقك، اختبار لإيمانك. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل في كتابه: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا كان بينك وبين ذوي رحمك مشكلة، أو وجدت عليهم في خاطرك بسبب أمر ما، فهذا اختبار من الله لك: هل ستعفو أم أن نفسك سيحضرها الشح فلا تعفو ولا تصفح؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإفك كان له ابن خالة يدعى مصطح ابن أثاث. هذا الرجل كان فقيرا، مصطح له كان فقيرا، وكان سيدنا أبو بكر يتولى الإنفاق عليه، كان من فقراء المهاجرين. ومن الذي ينفق عليه؟ سيدنا أبو بكر الصديق. ثم لما وقعت حادثة الإفك التي كانت في حق من؟ أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. السيدة عائشة اللي هي بنت مين؟ سيدنا أبو بكر، اللي هو مين؟ كان بينفق عليه، كان بيرعاه، كان بيعطف عليه. وشوف اللي حصل، رد مصطح الإحسان بالإساءة، فخاض في من خاض في عرض السيدة عائشة. سيدنا أبو بكر ماذا يفعل؟ يحلف يمينا بالله ألا ينفق عليه درهما واحدا. حقه ولا مش حقه؟ عملين حقه. ده خاض في عرض ابنته أحب الناس إليه، وقد برأها الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وأخرس كل الألسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. السيدة عائشة تصف حالها في هذا الموقف، تقول: والله ولقد بكيت
حتى ظننت أن الحزن فالق كبدي. شوف الأمر وصل لإيه، ده حال البنت وحال أبيها كحالها لا شك. ثم يقود مصطح الذي كان يرعاه ويتولى الإنفاق عليه في مرخاه، ويحلف سيدنا أبو بكر الصديق ألا ينفق عليه، وهذا من حقه. لكن يأتي الخطاب من الله تبارك وتعالى، يأتي الخطاب من الله عز وجل بعد أن تاب مصطح. ما هو بالك العتاب الرباني ما جاش لسيدنا أبو بكر إلا بعد إيه؟ بعد توبة مصطح. لو لم يتب مصطح من ذنبه ما عوتب الصديق في حقه، فهو تاب. لكن سيدنا أبو بكر من شدة الألم الذي وجده في نفسه كان مصرا على تنفيذ يمينه، فقال الله عز وجل في قرآنه معاتبا لأبي بكر الصديق: ولا يأتلي، يعني من الألية وهي الحلف لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحب أن يعاملك الله بالعفو والصفح؟ فاعف عن الناس واصفح وصر رحمك ترضي ربك وتصلح أمر دينك ودنياك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم كل ما يكره ويأباه، وأن يبارك لنا في أهلنا وأرحامنا وذوينا، وأن يغفر لنا وإياكم وإياهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يجعلنا في هذه الليلة معتقائه من النار، وأن يجعلنا من عباده السعداء المقبولين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. وماذا حدث لهذا العالم بعد أن جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ يا رب، هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم. نعم، يقولون نريدك إنسانا مثاليا، ولكن سيدنا يريدنا أن نكون ربانيين، أن تكون عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك من ظلمك، وأن تعطي من حرمك. نعم، هذه هي أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاق الله، اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم إشاعة الحب بيننا، توثيق الرفق في قلوبنا، ومن قواعد المحبة أن تخبر من تحب بأنك تحبه. ومن قواعد المحبة أيضا، المحبة لا تأتي إلا بمزيد من المحبة. إذن لأقف عند هذا السؤال: كيف نتعرض لتجليات صلة الرحم ونوثق صلة الرحم، وبتوثيقها يشيع الحب بيننا؟ الآن أسمع تعليق لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق من الدكتور أحمد علي سليمان، وبعد ذلك أسمع تعليق من فضيلة الشيخ أحمد مكي. بسم الله الرحمن الرحيم. في عصر سطوة الإعلام الجديد ووسائل التواصل الحديثة، أصبح التواصل مع الأهل والأرحام أصبح سهلاً، وإن كانت هذه الأشياء لا تغني عن التزاور وعن صلة الرحم المباشرة، إلا أننا يمكن أن نستخدمها استخداماً يؤكد على معاني التواصل والتراحم، خصوصاً في مع هؤلاء الذين يقطنون في أماكن بعيدة أو في بلاد بعيدة أو في بلاد الغرب. هذه نقطة. نقطة أخرى أحب أن أؤكد عليها، أن علاقات الرحم، خلي بالكم، علاقات الرحم تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى مزيد من التغافل والتغابي. فلا تستقيم هذه العلاقات إلا بالتغافل عن الصغائر التي تصدر من الأهل. وأيضا النقطة الثالثة التي أؤكد عليها هي نقطة الإحسان. لازم الإنسان يكون أعلى شوية من الآخرين،
قيل لسيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن: إنا نراك من المحسنين. وقيل له وهو على خزائن مصر: إنا نراك من المحسنين، فكن محسنا وإن لم تلق إحسانا من الناس. كن محسنا ليس لأجلهم، ولكن لأن الله يحب المحسنين. هكذا علمنا الله وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموبايل اللي في يد حضرتك ده وسيلة ممكن تجلب لك مليارات الحسنات، وممكن تجلب لك مليارات السيئات، فاستخدمه في الخير، استخدمه في التواصل، استخدمه في تذكير الناس بالله، استخدمه في السؤال عن أقاربك وعن أهلك وعن أرحامك. دايما تذكر قول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. لا أقول إنها تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. هكذا علمنا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وكن دائما أيها الأخ المسلم، وكن دائما أيها الأخ المسلم هينا لينا تأسيا بما وصف الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. شكر الله لك دكتور أحمد علي سليمان على هذا التعليق الخاطف. إلى تعليق الشيخ أحمد مكي في انتظار التعليق في إطار دقيقتين أو ثلاثة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. هو عندنا سنة كده من السنن التي تعيننا على الحفاظ على العلاقات الاجتماعية عموما وخصوصا صلة الأرحام. سنة يعني تكاد تكون منسية، سنة التغافل، سنة الإيه؟ في حاجة اسمها أول مرة نسمع عن سنة اسمها سنة التغافل. التغافل يعني إيه التغافل؟ شوف كده سيدنا أنس بن مالك بيقول إيه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء تركته لما تركته. لو جينا ندقق في 90-95% من المشاكل اللي بين الأرحام وبعضهم وبعض هنلاقيها تافهة جدا، وكان يمكن أن تحل بكلمة طيبة أو جلسة أو قعدة صفا زي ما بيقولوا، أو تتحل بكوبايتين شاي زي ما بيشاع بين الناس. لكن للأسف الشديد نحن بنقف لبعض على الوحدة، ده بيعمل يؤدي إلى كثير من المشاكل. أيضا عدم الإكثار من المعاتبة، مش كل حاجة نعاتب بعض عليها، التغاضي والتغافل والعفو والصفح. وأخيرا الرحمة، الرحمة، الرحمة هي الأصل في الحفاظ على صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بما ختم به الشيخ أحمد مكي كلامه الطيب، حديث أو الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم، على الوجهين من في السماء. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. دقيقة وتعقيب سريع دكتور أحمد علي سليمان فيما ليس عن دقيقة. والله مما يحزن القلب ويدمي العين
أن بعض الشباب الصغار لا يعرفون أسماء عماتهم أو خالاتهم، لذلك فإنني طبعاً ده مش تعميم بعض الناس، وده بسبب ميراث الأولاد ورثوه من أبائهم. لذلك أنا أطالب حضراتكم كل واحد مننا يجيب ورقة وقلم ويكتب جميع أسماء أقاربه ويسجل أرقامهم وينشئ مجموعة على الواتساب أو على وسائل التواصل الحديثة ويتواصل مع أقاربه كل يوم، يرسل لهم الأدعية ويرسل لهم الأشياء، ومن هنا يحدث التواصل باستخدام الوسائل الحديثة بإذن الله. شكراً. والآن مع فاصل من الإنشاد والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا فيه
المصطفى الرحمن أحمد رحمة للعالمين ونزل القرآن أوحى إليه اقرأ صلوا عليه أوحى إليه اقرأ ولم يك قارئا سبحان ربي علم الإنسان نصلي جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى يا روضة يلي فيك التجلي يا روضة يلي فيك التجلي من العلاني نازل النور تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فيك التجلي شهدت نور وما بزور شهدت نور وما بزور فرح فؤادي ونال سرور وانا امام الحبيب محمد صلى الله صلى الله روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزينا روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزينا أبشروا يا زائرين أبشروا يا زائرين أبشروا
وسلم صلى الله. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها. هذه الدنيا نراها، هذه الدنيا صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله. سيدي يا رسول الله صل عليه. يا آل طه عليه. لنا في حيكم قمر، محمد صل عليه، محمد واسمه يشفي مواجعنا. ما قاله موجع إلا وداواه هدية الله، هدية الله للدنيا ورحمته النبي. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بها بين يديك يا عزيز يا خلاق، صلى الله عليه وسلم. وبصلاته تحلو الجلسة. سعدنا بكم طوال هذه الليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل، في الزمن الشريف، في الجوار الشريف، هنا في الرحاب الحسيني، من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ليلة نورانية من ليالي هذا الشهر الفضيل قضيناها لنفهم أكثر وأكثر هذا الدين، لنصلح به هذه الدنيا. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.